السلام عليكم. سألتني واحدة في اليوتيوب إنه ليش النرجسي يعني يلقي بالضحية ويذهب يعني إلى ضحية أخرى؟ هو عنده يعني مشاكل كثيرة، يعني من ضمنها إنه هو عنده إحساس إنه الحبيب هذا مواصفاته مواصفات خيالية، مواصفات ليست واقعية، عرفت كيف؟ فمهما يعني حصل على حبيب مثالي وجدا رائع، حيشعر أن الحبيب لا يستحق، هو يستحق أفضل من كذا، فيبحث عن شيء آخر، عرفتوا؟ هذه حاجة. وحاجة ثانية كمان، لما يبدأ يعني في أشياء كثيرة، مثلا إذا لاحظ الحبيب هذا مثلا عنده ثقة في نفسه، هذا شيء مرة يضايقه، فهمت علي؟ فاللي يزعجهم كثير، الأشياء اللي تضايقهم كثيرة جدا جدا، لأنهم غير واقعين في توقعاتهم، وهم عندهم عدم نضج عاطفي، فما عندهم إدارة لمشاعرهم، ما عندهم إدارة للمشاعر، ما يعرفوا كيف يتعاملوا معها. لذلك أنت تخيليهم كأنهم طفل صغير، عرفت كيف؟ لعب شوية بهذه اللعبة، رماها وراح على لعبة ثانية، عرفت كيف؟ لأنه ما عنده أول شيء إحساس بالالتزام، ولا إحساس بالمسؤولية، ولا إحساس بالتعاطف، وطب أنا لو تركت هذا الشخص كيف حيحس هو؟ ما عنده هذا الإحساس، فما عنده مشكلة هو، بس أهم شيء إنه هو يرضى، هو ينبسط. هو يعني يقولون العلاقة مع نرجسي كأنك أنت وهو تحبون النرجسي، عارف كيف؟ هو يحب نفسه وأنت تحبه، فما في يعني مش علاقة متكافئة هي أصلا، فهو ما يحبك، هو يحب نفسه، فخلاص تعب منك أنت، يبغى شيء جديد، يبغى يجرب حاجة جديدة يروح فيها. عندهم إحساس بإستحقاق عالي جدا، فإنه أنت أقل من إنك يستحقك، فهو يبغى حاجة أحسن من كذا، عارف كيف؟ فيجرب حاجة ثانية. ودائما إنه الإنسان ما عنده إحساس إنه النضج هذا، إنه ما في شيء في الدنيا هو اللي حيضيف لك قيمة، عرفت؟ القيمة قيمة جوهرية، صح؟ فالإنسان لما يكون عنده مكتفي ذاتيا، ما يشعر إنه هو الأشياء المادية اللي حتزيد من عنده قيمته، فهمت علي؟ فهو يظل يلهث حول الأشياء عشان إنه يبغى يبحث عن الرضا والاكتفاء، فهمت علي؟ فطول الوقت يظل يعني يبحث عن هذا الشيء، ولكن لا يجده لأنه ليس موجودا. الاكتفاء هو ذاتي، الاكتفاء الرضا والقناعة، هذه أشياء ذاتية أنت تشعر بها، مش حاجة حتضيفها لحياتك حتخليك تحس بهذا الإحساس، فهمت علي؟ فعنده هو خيالات وحقائق، يعني مش حقائق، يعني خيالات ما هي حقيقة، هي قاعد تعبه في الحياة. هو أكيد طبعا تعبان لأنه عنده اكتئاب، وعنده إحساس أنه أصلا ما وصل للأشياء اللي هو يستحقها إلى الآن. فهذه بس